بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الرمان مال الدنيا دلوقتي، والرمان طبعا احنا عارفين كلنا له فوائد كتيرة جدا، بس كلنا بنشيل هم تفصيص الرمان كده، عشان بقى بيسود الإيدين وبياخد وقت في التفصيص وكده. انا هقول لك طريقة، شايفة الطريقة دي سهلة جدا. انت بتفتحي الرمانة بنفس الطريقة كده، وبتعملي فيها الشوق بالطول زي ما هو بيعمل كده بالظبط، كأنك بتقشري برتقانة بالطول. الطريقة دي يا جماعة مش هتاخد منكم وقت خالص، هتقدري تعملي كمية رمان كبيرة جدا في وقت قليل قوي قوي قوي. زي ما انت شايفة كده، فتحناها كأنها شبه الوردة، تخبطي عليها بأي حاجة، بظهر معلقة زي ما انت شايفة كده، بإيدك كام خبطة وتلاقي كل اللي في الرمانة وقع. طبعا كل ما تتمكني في الخبط عليها على طول، كام خبطة على السريع على السريع على السريع، هتلاقي كله وقع. جربي الطريقة دي هتفيدكوا قوي، وعشان تستفيدوا بفوائد الرمان التي لا تحصى ولا تعد. شوفي بالراحة اهي، فتحناها كده، شلنا الجزء ده. نفس فكرة البرتقانة لما بنشققها بنفس الطريقة دي. طبعا تقدروا تشيلوا من الرمان وتخزنوه كده وتعملوه عصير، وتعملوا اللي نفسكوا فيه كله. انا واحدة من الناس عن نفسي مش بحب تقشير الرمان، بس الطريقة دي يعني سهلة جدا جدا، فانا قلت افيدكم بيها. فتحناها اهي زي الوردة بالظبط، اقلبي اخبطي عليها كم خبطة. بس كده الموضوع انتهى، خرجت معانا فاضية. يلا قوموا تشجعوا كده وهاتوا شوية رمان. الرمان دلوقتي كتير ورخيص. يا رب تكون فكرة الفيديو عجبتكم، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.